السلام عليكم. دلوقتي عايزين نعمل دراسة للسولار ونشوف الأشعة المباشرة تبقى عاملة ازاي. فهقول له زبلي أناليسيس جريد، تمام، وهبدأ أرسم الزون بتاعتي مثلا ناحية نرسم زونه كمان. وزنة أخرى أروح بقى دلوقتي لـ 3D بالشكل دوت، وهاجي أقول له أنا عايز أعمل كالكوليت للسولار أكس أناليسيس. وبعد كده بختار إن أنا عايز أعمل لي الدايركت سولار الأشعة المباشرة، ونقول له نيكست. أقول بيقول لي عايز أنهي وقت، أقول له مثلا current day، next، ال value، أوكي. هتعمل على ال object ولا على ال analysis؟ خليها المرة على ال analysis. ممكن تقول له full 3D بس ده هياخد وقت كتير. وبعد كده هقول له next وأقول له أوكي. فالحاجات الزرقاء دي اللي هي مفيش شمس مباشرة داخلها، هنا في انعكاسات مع الحيطة، هنا في الأشعة المباشرة، وهكذا.